بين الماضي والحاضر. العيد في سوريا عموماً وفي اللاذقية خصوصاً لم يتغير. العادات والتقاليد ما زالت مستمرة كل عام بالرغم من الظروف التي تعاني منها البلاد. زيارة الأقارب والنزهات العائلية في ربوع الطبيعة هي من التقاليد التي حرص أهل اللاذقية على التواتر بتطبيقها، فهي تعطي للعيد رونقه وبهجته. أول شيء منروح من عايد الأهل، وبعدين هيك حبينا نطلع كلياتنا سوا على الطبيعة الحلوة هيك، لأن هيك نعيد أيام زمان. كانت أيام زمان أيام العيد كتير حلوة، مرت هالسنوات هيدي كانت غصة هالأحداث، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أحلى، وإن شاء الله بنعاد عليكم بالخير يا رب. كيف شايفي العيد باللاذقية هالسنة؟ لا الحمد لله تمام، الحمد لله أحسن من قبل، يعني إن شاء الله هيك تضل أحسن وأحسن يا رب لقدام. إحنا اليوم وصلتنا من حلب، يعني وسياحة بتبقى غير باللاذقية، وإن شاء الله كمان الوضع بحلب على أحسن، ونحب نعايد الجيش العربي السوري وسيادة الرئيس، وإن شاء الله الأمور على أحسن، والله يخلصنا على خير يا رب. جينا على الطبيعة شوف العالم فرحانة مبسوطة طالع بالعيد كلياتهم، نشوف الخضار الطبيعة الحلوة الخلابة، طالعين على الطبيعة على الجبل والغابة وهيك. ايه الحمد لله الأمور حلوة ومبسوطين ومرتاحين، والأمور من أحسن ما يكون. العيد دائما حلو بسوريا وبلادي أحلى وأحلى مع الطبيعة الحلوة ومع لمة الأهل والأصدقاء، دائما حلو العيد. حكينا عن مشاريعك هيك بالعيد، شو رح تساوي، شو مشاريعكم؟ والله ما في شيء، تعييدات للأهل والأصدقاء وتعييدات للمحبين وطلعت على السياحية شوي. والله هيك طالعين على الطبيعة، ايه فجو حلو طالعين مبسوطين. شو رأيك بجو اللاذقية؟ حلو كتير اكيد، طبيعة بتجنن. واللاذقية ما في احلى منه، والبحر ما في احلى منه. عايدنا الاهل وطلعنا مشوار سوا مبسوطين. مين بتحبي تعايدي؟ بحب عايد قائد الوطن والجيش، الله يحمي الجيش وينصرنا يا رب. برأيك اختلف العيد ايام زمان عن ايامنا الحالية؟ هلا قبل اكيد كان احلى، بس هلا ان شاء الله يعني صار احلى من قبل، وان شاء الله احلى واحلى. قال يا ليلى يا ليلى مطالك طالبينا، يا ليلى يا ليلى مطالك طالبينا، عودي بحقوقك طالبينا. قال نسيت يوم كنا طالبينا على مقعد صغير من خشب. ويبقى للعيد رونق خاص في قلوب الناس، راسما في عيونهم أمنيات كثيرة وآمالا جديدة. وكل عام وأنتم بخير.